فضيلة الشيخ، أريد أن أصوم عرفة وعلي القضاء من رمضان، فهل يجوز أن أنوي صيام العرفة من غير القضاء؟ تريد أن تصوم يوم عرفة وعليها قضاء لكنه غير القضاء، تريد أن تخصصها ما في بس، إذا صامت يوم عرفة بنية التنفل لإدراك فضيلة صوم عرفة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، فلها ما نوت إن شاء الله تعالى.